بكم يا أصدقائي، لقد اشتقت إليكم. هل تتذكرون حكاية المرة السابقة؟ نعم، الشجرة بكل مشاعر الحب للأصدقاء أعطتهم بيتا هدية. واليوم نهاية حكايتنا للأسف، ولكن عندي شغف لمعرفة ماذا سيحدث، لذلك هيا ننطلق في رحلتنا الآن. ولأنها تريد أن تجعلهم أكثر دفئاً، قامت بإشعال شعلة من النيران لهم، وقال ليعسوب: شكراً لك أيها الشجرة على تدفئتنا. وقالت النحلة: نحن سعداء بفضلك. وقلت لهم: وجودكم معي هو سعادتي، هيا نكون معاً دائماً، أنا أحبكم. صحيح، هذه المرة سنرسم شعلة النيران. أولاً نرسم مستطيلات متجاورة هكذا. ثم نرسم النيران هكذا. تبدو مثل بريقات الأزهار. ونرسم الأرض. ثم نضع بعض النقوش على الأرض. هذه المرة باللون الأبيض، لا يظهر جيداً، ولكن بعد قليل سيكون واضحاً جداً. وبعد ذلك نرسم القمر والنجوم في السماء. إذا كانت النجوم صعبة، يمكنكم الرسم بشكل دائري. أولاً نرسم القمر هكذا. ثم نلون النيران. نلون هنا بالأصفر. هل رأيتم شكل النيران من قبل؟
هيا نلون مع استحضار ذكريات النيران التي رأيتموها من قبل. يمكن خلط النيران هكذا، ستكون جيدة. وبعد ذلك نلون الأخشاب. والموجات نرسمها باستخدام لونين معا هكذا. وبعد ذلك نجهز الألوان المائية ونلون الأرض والسماء. نضع الماء على الفرشاة. الأرض. نلون بخلط اللون الجبلي مع قليل من اللون البنفسجي. يمكنكم التلوين يا أصدقائي باللون الذي تريدونه. هذا لون من خلط اللون الجبلي مع اللون البنفسجي. ثم سنلون السماء. ولأنها سماء الليل، فسنخلط اللون الكحلي مع اللون الأسود. وبهذا ينتج اللون الداكن لسماء الليل. والآن ظهرت النجوم التي رسمناها باللون الأبيض قبل قليل.
من الجيد أن تقوموا بخلط العديد من الألوان التي تحبونها. ما رأيكم في خلط قليل من اللون البنفسجي؟ والآن حقا اكتمل كل شيء. اليوم آخر محاضرة يا أصدقائي، ما رأيكم فيها؟ كما أشعلت لهم شعلة بشكل دافئ جدا، كما تحب الشجرة أصدقائها بكل مشاعر الحب الدافئة هذه. أنا أيضا أحبكم جدا يا أصدقائي، سأخبركم بقصص أفضل في المرات القادمة للأسف، ولكن إلى اللقاء في مرات قادمة. مع السلامة.